كان المدرب عرب حسن يدرب هذا الفريق المغربي. هاي هجمة أخرى لصالح المولودية الوهرانية توزيع لكن جانبية من ناجي رشيد. نسيم 4-4-2 لحد الآن الخطة التي يعتمدها المدرب المغربي خطيرة جانبية. كاد ناجي على الصورة أن يباغت دفاع وحارس مرمى مولودية بجهة في هذه اللقطة بعد هذه التوزيعة الرائعة الأرضية وجانب. تفاهم كبير بين هذين اللاعبين. تقديم الرجل يقول الحكم إلى البطولة الجزائرية. تسديدة رائعة وتقدم أو تقديم الرجل 6 لاعبين أو 7 أمام الحائط. تفاهم بوعز أرضية خطيرة وركنية. شوف كرة كانت قريبة إلى الهدف، قريبة إلى فتح باب التسجيل في هذا اللقاء بعد مرور 18 دقيقة. بن شريف يتألق، شوف الكرة ينتظر. هاي أخرى الفرصة للتسديد والحارس بن شريف مرة أخرى يتألق. وقع الحارس بن شريف ومرة أخرى حسن تسترجع الكره من جانب فريق مولودية وان محاوله مراوغه تسديده وجانبيه. تسديده وجانبيه بديت بجهه الانطلاق في الهجمات اي اخرى خطيره. مليك على الجهه اليسرى تسديده ولكن جانبيه. هاي مره اخرى شوف هنا. نعم كان في البدايه تدخل بودبودة هنا. نعم حدث شيء بين اللاعبين. هاي كرة أخرى ما فيش تسلل يقول الحكم. تسديدة فان بوعز على الصورة ثم أيت وعمر تمريرة جميلة تدخل الدفاع خطيرة. معنا دي بارادون الفريق الصيفي الذي تلعب توزيع طويلة ناحية الهجوم ناحية من تومي محمد أو ناجي تدخل بالرأسية. هاي محاولة الهدف، هاي محاولة الهدف لكن رأسية من مباشرة إلى أحضان الحارس بشريف حارس مولودية بجهة. شوف الكرة محاولة رائعة رأسية ثم الرأسية الثانية. تومي من الجهة اليمنى يوزع خطيرة لكن جميلة رائعة من منصوري يتركها يمرر منصوري توصل الكرة من فهم بوعزة توزيعة توزيعة خطيرة. مازال الكرة صبري تسديد لكن ركنية ركنية يقول الحكم. نعم هاي الكرة مرة أخرى تسديد خطيرة والحارس بن شريف ينقذ الموقف في آخر المطاف أمام الماليين. كوجو مليك أمام مدافع ماذا يفعل ماذا يفعل؟ هل سيكون الهدف؟ سهلة للحارس سهلة للحارس لتيم أسامة. خليل يفتك الكرة توري إلى كاميرا لكن ينطلق يتوغل مازال يحتفظ يراوغ ثم يوزع والدفاع مازالت الكرة خطيرة. كوجو كوجو ماذا يفعل؟ تسديدة وتكتل الدفاع. الحلايمية يصعد حلايمية ماذا يفعل؟ يفتح يفتح رأسية ناجي بعيدة عالية على حلايمية. ماذا يفعل حلايمية؟ يصعد يصعد حلايمية يمرر. الكرة التي مرت جانبية من هذا اللاعب ناجي مرة من ناجي. الحكم نهاية اللقاء بالفعل